سنتحدث عن فقرة قانونية من باب رفع الوعي لدى السيدات والسادة المشاهدين، ونتحدث هنا عن التبليغ القضائي، تفسيره وأيضا أهميته بنفس الوقت وإجراءاته، وهذا من باب رفع الوعي للسيدات والسادة المشاهدين. دكتور أسعد الله صباحك بكل خير. صباح الخير أخوي مجحم، وصباح الخير على كل المشاهدين. بالنسبة لما تفضلت به الآن حول التبليغ، التبليغ بمفهومه البسيط هو إفهام الشخص المعني، سواء مدعى عليه أو مشتكى عليه، بأن عليه قضية في المحكمة. هذا هو التعريف البسيط للتبليغ، وتعريفه القانوني بأن يعلم هذا الشخص بأن عليه دعوة أو شكوى عن طريق محضري المحكمة أو الشركة المرخصة بإجراء هذا التبليغ. جميل، هذا بما يتعلق بالتفسير، سواء باللغة الشعبية أو ما يعلمه عموم الناس، بأن التبليغ كما أشرت هو لإجراءات التقاضي، وأن هناك دعوة أو مشتكى أو شاكي أو مشتكى على الخصوم كافة، ومن خلال التفسير القانوني. إن تحدثنا عن إجراءات التقاضي، وهل يجوز أن يكون هناك إجراءات تقاضي دون أن يكون هناك تبليغ لأي من الخصوم؟ أخي العزيز، في أصول المحاكمة المدنية بعد التعريفات راح المشرع للتبليغ، لأنه التبليغ هو الأساس بكل الإجراءات القانونية التالية على التبليغ، من مدد ومن إجابة على اللوائح ومن تقديم دفاع. التبليغ هو شيء أساسي في الدعوة، سواء دعوة مدنية أو شكوى جزائية. جميل جدا. أهمية الآن التبليغ لكافة الخصوم دكتور سليمان. أهمية يعني الأساس الذي تقام عليه الدعوة هو التبليغ. نعم، يعني هذا الأساس، الخطوة الأولى يعني حتى نسير بإجراءات التقاضي. وهذا التبليغ له إجراءات. مشكلتنا اجتماعية في الأردن، نحن شعب متحرك. أنت سبقني الآن بالسؤال، سأتحدث عن العناوين ترى بالمناسبة، وموضوع أهمية العناوين أيضا لدى جموع الناس. يكون المشتكي أو المشتكى عليه بمنطقة معينة، ومن ثم يغادر أو يسكن أو يقطن منطقة أو محافظة أخرى، لا يتم إعلام الدائرة ذات العلاقة، سواء دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو أي دائرة ذات اختصاص نوعي، بمكان سكنه. صحيح. الذي رحل إليه أو سكن به، هذا يؤثر على إجراءات التبليغ تحديدا؟ أكيد. أخي مجحم، نحن شعب أردني متحرك من القرى إلى المدن والعكس، والعناوين غير واضحة يعني في معظم، يعني المفروض أن يكون هناك إجراء مجتمعي متكامل من البلديات، من الأحوال المدنية، ومن وزارة العدل، بحيث أنه كل شخص يكون له عنوان ثابت لدى الأحوال المدنية، وليكن رقم هاتف لدى الأحوال المدنية، ويبقى هذا العنوان ورقم الهاتف هو العنوان المحدد للتبليغ حتى يجري تغييره لدى الأحوال المدنية. حتى في بعض البلديات ما في أرقام للبنايات، ولا في أسماء للشوارع، وإذا في أسماء للشوارع أسماء يعني غير معروفة. هل هناك بند يلزم المواطن بتحديد موقع سكنه بشكل إلزامي لحد أو معلم معروف؟ لحد يعني علمي وفقا لقانون أصول المحاكمة المدنية، لا يوجد ما يلزم الشخص بأن يضع له عنوان ثابت، سوى عنوان محاميه إذا بعد ما يتوكل المحامي، يعني يعتبر هذا المحامي مكان للتبليغ بعد ما يتوكل المحامي وليس قبل ذلك. لكن في أصول المحكمة المدنية والجزائية لا يوجد ما يلزم الشخص بأنه يضع عنوان، وبالتالي المدعي هو الذي يبحث عن العنوان، وربما يجده وربما لا يجده. نعم. ولا نزال في القرن 21 المحضر مع أوراق ودور بينها الحارات بالطريقة التقليدية. مين يعرف فلان ومين ما يعرف فلان. سآتي الآن إلى أشكال التبليغ تحديدا، لكن قبل ذلك
بعض الأحكام القضائية قد يتم نقضها تحديدا كما أشرت إليه الآن دكتور سليمان بما يتعلق بموضوع التبليغ وهو صحيح. الأساس صحيح. كون المشتكى عليه أو الخصم لم يبلغ سواء بالإلصاق بالنشر، وسنتحدث عن الجزئية الإلكترونية هذا ما تم إدخاله حديثا. إذن بعض الأحكام القضائية قد يتم نقضها هذا عطفا على موضوع التبليغ. طبعا أخ مجحم، يعني إذا تبين للمحكمة أن التبليغ غير قانوني فسيفسخ هذا القرار أو ينقض مثل ما تفضلت، ولكن في أكثر الأحوال يعني يفسخ من محكمة الاستئناف على اعتبار أن التبليغ غير أصولي. وبالنسبة لإجراءات التبليغ، الأصل أن يبلغ الإنسان بالذات، الشخص بالذات، لكن هذا النوع من التبليغ يعني نادرا ما تجده، إما يكون المعنى غير موجود في البيت متهرب. أو حتى أنه بعض مرات أو مغادر نعم خارج البلاد. إذا ما وجدناه بالذات نقوم بتبليغ من يعني واحد عمره أكثر من 18 سنة، هذا إذا طلع عليك طبعا. نعم. وإذا ما لقيت هذا الشخص اللي فوق 18 يقوم المحضر بإلصاق. إذن هنا ندخل إلى السؤال الذي أشرت إليه، أشكال النشر تحديدا سواء وجهيا تحديدا بالذات أو بالنشر، وفي حال استنفذت كافة الوسائل من خلال التبليغ نذهب إلى الإلصاق. صحيح. نعم. إذا 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 لم نجد الشخص ولم نجد شخص عاقل بالغ يتبلغ، نعم، فيقوم المحضر يعني بإلصاق الأوراق القضائية وشهد واحد، مطلوب أنه يكون فيه شاهد على الأقل دون أخذ توقيعه ولا رقم وطني ولا رقم وطني ولا عنوان ولا شيء، يقوم بالإلصاق، وهذا الإلصاق ممكن بعض مرات لا يدوم إلا دقائق، يعني يجي واحد ينزع هذه الورقة وينتهي الموضوع. إذا لم يتم التبليغ وفق هذه الإجراءات المحكمة تقرر أن تبلغ بالنشر. المحكمة هذه كلها إجراءات يستطيع أن يقوم فيها المحضر دون أن يعود للمحكمة، لكن بالنشر يجب أن يؤخذ قرار بالنشر من المحكمة. حتى هذا القرار اللي بالنشر آلاف التبليغ يوميا بخط صغير لا يقرأ، وهي طريقة غير مجدية حقيقة. نعم. طريقة غير مجدية بالنشر. أعتقد سيكون هناك لقاء آخر للحديث عن المشرع تحديدا عندما أصاب بأن يكون التبليغ بالإجراء الإلكتروني أيضا تسهيلا على المحاكم، عمل المحاكم، وأيضا على المواطنين. سيكون هناك إضاءة بإذن الله للقادم من الأيام، وأعتقد أن هذا ينفي صفة العمل التقليدي كما أشرنا إليه من خلال المحضر. صحيح. وبالأحياء وبالمدن. صحيح. إذا كان في تبليغ نعم بأي طريقة من الطرق الإلكترونية الحديثة فهو أنجع من التبليغ بالإلصاق وأنجع من التبليغ بالنشر الذي لا يقرأه أحد. نعم. أنا شاكر لك قدومك بهذه الإضاءة الصباحية للحديث عن فقرة قانونية بامتياز لها علاقة بالتبليغ المباشر، أشكاله وتفسيره وأهميته أيضا بإجراءات التقاضي كونه هو الأساس. الدكتور المحامي سليمان القلاب، أسعد الله صباحك بكل خير، وكما أقول لضيوفي الكرام لن أقول وداعا لا بل لقاء للقادم. ألف شكر أخوي، وأنا يعني لي كل الشرف أني أنا اليوم يعني جلست معك حكينا بها الموضوع، والشكر لك بقدوم قيمة وقامة قانونية. كل الاحترام لك دكتور سليمان. تسلم.